كسلان ومش عايز تعمل حاجة، الحل في 6 نصايح. يشعر الإنسان في بعض الأحيان بالخمول، ما يجعله يتكاسل عن العمل أو مذاكرة الدروس في حال إذا كان طالبا. وللتخلص من هذه المشكلة يجب اتباع بعض النصائح التي نتعرف عليها في السطور التالي. نصائح للشعور بالنشاط. ينصح بتجنب تناول الأطعمة المصنعة واستبدالها بالطبيعية من خضروات وفواكه الغنية بالفيتامينات والمعادن الأساسية التي تمد الجسم بالنشاط المحاوي. يفضل أيضا تناول الطعام باعتدال والابتعاد عن الأطعمة الدسمة التي تتسبب في زيادة الوزن الذي ينتج عنه الشعور بالخمول والكسل. الحرص على شرب الماء حتى يظل الجسم رطب طوال اليوم، ما يساعد على تجنب الشعور بالتعب والإرهاق ويمد الجسم بالطاقة والحيوية. ينصح أيضا بممارسة بعض التمارين الرياضية التي تجعل الإنسان يشعر بالنشاط والحيوية، كما ينصح بممارسة رياضة المشي يوميا لمدة من 10 إلى 15 دقيقة حتى يشعر الإنسان بالحيوية والنشاط. ينصح بالحصول على قسط كافي من النوم يوميا حتى يشعر الإنسان بالنشاط والحيوية عند الاستيقاظ ويصبح أكثر قدرة على العمل. تجنب تناول المنشطات مثل الكافيين والاعتماد على الأشياء الطبيعية التي سبق ذكرها.